مع او ضد التابي روج في اللي جيسيسي نحكيو مش نحكيو في المطلق. وعلاش ليه؟ هي زربية مشيو عليها الناس بوسي با، اذا كان نعطيوها معناتها حجمها اللي يلزم تكون، وعلاش ليه؟ مع او ضد من هب ودب يمشي على التابي روج. ديموالي شكون تتعامل؟ يزم اشوف جستما شكون تتعاملت اللي قاعدين يمشيوا على التابي روج تاعو، تراها ظاهرة صحية تضيف للمهرجان وإلا تستنقص من قيمة. أنا منحب نذب حد نغمر ماهو التابي روج في مهرجان كما أيام قرطاج السينمائية يمشيوا عليها كان ممثلين حسب رأيي، كان جيت أنا مديت مهرجان يمشيوا عليها كان الممثلين اللي عندهم أفلام باش يتعداو في المهرجان، والمخرجين بيانسو والمخرجين أفلام المخرجين صنع السينما للأفلام خاطر ليها مجعولة.